إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أشواطنا تتوالى، شوطا ينتهي وشوطا يبدأ بما هو جديد في انطلاقات ميدان عاصمة الميادين ميدان الوثبة. وعلى قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث مع المخرج المتميز إسام الهواري، له جزيل الشكر على هذا الإخراج المميز واللقطات الجميلة والتواصل أيضا بالتوقيتات الزمنية. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ينطلق شوطا من الأشواط والشوط الخامس عشر ينطلق في هذا المسار وفي هذا التحدي لناتي مع الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين ونسير إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى المقدمة. هناك أصليل على الصدارة وعلى المقدمة، عبيد بن سويد الصنباري العامري يتواصل بصليل بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول، بينما ثاني المراكز شاهين على ثاني المراكز، وخالد بن ثاني بن ضحي الكتبي نقله إلى ثالث المراكز. هناك يتواصل على المركز الثالث قويزيان بريك بن سعيد بن صالح بالعرج المري على المركز الثالث، بينما رابع المراكز في الوصول ياتي والتقدم من عاني، وصل عاني من المراكز المتاخره لياتي بالمركز الرابع هنا في هذا المسار. سالم بن عبيد بن طماش المنصوري يتواصل بالمركز الرابع. خامسا هنا الوصول والتحرك من رفيع الشان بخيت بن علي بن بخيت المقارح المري يصل على المركز الخامس، بينما سادس المراكز مع شاهين مبخوت بن عبد الله بالضبيعي المنهالي يصل على سادس المراكز. سابع المراكز مع شاهين مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري، بينما المركز السابع فالتقدم ياتي من الشعارات الواصلة على سابع المراكز في هذا أو ثامن المراكز، فلياتي هناك شعار هملول وعلي بن جمعة بن علي آل حمد درمكي على ثامن المراكز، بينما تاسع المراكز يصل شعار بن زهرة في هذه اللحظات الذيب خليفة بن محمد بن زهرة الخيلي، وعاشر المراكز يتقدم هذا الشعار مع شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي الواصل إلى المركز العاشر في هذه اللحظات. إذن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، إلى المقدمة، إلى المتقدمون في هذا المسار الجميل. لناتي بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول. هناك في المقدمة والصدارة تقدم هذا الشعار وتقدم شاهين خالد بن ثاني بن ضحي الكتبي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني صليل ليواصل بالمركز الثاني، عبيد بن سويد الصنباري العامري بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث والتحدي مع دائرة الثلاثة المراكز الأولى شاهين مبخوت بن عبد الله الطبيعي المنحالي يصل على المركز الثالث، بينما رابع المراكز وصل شعار بن مقارح في هذه اللحظات ورفيع الشان على أرضية هذا الميدان يصل بالمركز الرابع ليتقدم بخيت بن علي بن مقارح المري على المركز الرابع، بينما خامس المراكز يصل ويتقدم بن زهرة في هذه اللحظات المثيرة لياتي بشعاره المميز في هذه اللحظات مع الذيب، وكشر عن انيابه في هذه اللحظات خليفة بن محمد بن زهرة الخيلي، ولكن التقدم ياتي ايضا من سراب حمد بن سعيد بن علي المزروعي، والتقدم ايضا والتحرك من مياس حمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي الواصل بقوة والمنطلق على المركز الخامس في هذا المسار، بينما سادسا هناك التقدم ياتي
والتحرك على سابع المراكز مع محمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شاهين المتقدم كالشاهين في هذه اللحظات وفي هذا المسار. ولكن العودة إلى المركز الأول والعودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، هناك شاهين خالد بن ثاني بن ضحي الاكتبي المتقدم والمسيطر والمتسيد في هذا المسار الجميل والتحرك الملحوظ على هذا التقدم. ولكن المركز الثاني ثاني المراكز مع صليل وعبد الله أو عبيد بن سويد الصنباري العامري، صليل لعبيد بن سويد الصنباري العامري بالمركز الثاني. ثالث المراكز، هنا التحرك من سراب من تسرب لحمد بن سعيد بن علي المزروعي. رابع المراكز، هذا التقدم من الجانب الاخر في هذه اللحظات المثيرة لياتي في هذا المسار. مياس حمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي الواصل في هذا التحدي، وايضا شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي. ولكن اللحظات الاخيره مع الخط المستقيم المودي الى خط النهايه والتحركات المميزه والانطلاقات المثيره. الله 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 الله، شاهين وخالد بن ثاني بن ضحي الاكتبي المسيطر المتقدم حتى هذه اللحظات الجميله. ولكن المركز الثاني في هذا المسار يتقدم من الجانب الاخر في هذا التحدي المثير مع مياس وحمود بن سلطان بن سعيد الغطيلي. ولكن التحرك من شاهين محمد بن سعيد بن محمد الخيالي، اللحظات المثيرة والتحركات الجميلة والتحدي الاخير ال 400 متر الاخيرة. ولكن شاهين غير الى الصدارة، شاهين انطلق بالمركز الأول، محمد بن سعيد بن محمد الخيالي بمقدمة هذا الشوط بمقدمة هذا المسار. الله ينطلق بن حمدش بمقدمة هذا الشوط، والإعصار الخزناوي الإعصار الخزناوي، والسلام إلى الخزنة مع هذا الشعار المميز. شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي يحسم ناموسي هذا الشوط. تهانينا للإعصار الخزناوي على هذا الانتصار الجميل. بين المركز الثاني يتقدم هناك الذيب وخليفة بن محمد الزهرة الخيالي المركز الثالث. وصل على رابع المراكز سياف جابر بن ربيع بن صالح المري المركز الرابع. وصل في هناك المحيط سالم بن سلطان مغالب المنصوري المركز الخامس. وصل على خامس المراكز سراب محمد بن سعيد بن علي المزروع. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي من حسم ناموسي هذا الشوط وانطلق بالمركز الاول وحسم ناموسي هذا الشوط، وكما سمي بالاعصار الخزناوي المتواصل في عالم سباقات الهجنه العربيه الاصيله، يتواصل بالتوقيت الزمني الواصل الى المركز الاول 7:47 7:47 تهانينا والناموس الملك شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي. بينما وصل على المركز الثاني الواصل بالمركز الثاني هناك بالتحديات المثيرة والانطلاقات الجميلة، هناك وصل في مع الذيب خليفة بن محمد بن زهرة الخيالي ليتواصل بتوقيت زمني مقداره 7:48 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث وصل في سياف جابر بن ربيع بن صالح المري ليأتي بتوقيت مقداره 7:57 و7:07 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.